كعبة يا بيت ربي محلاكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي. مئة وعشرون شخصا من المسنين المتواجدين في دور العجزة، ضحايا الإرهاب، معوزين، فقراء وأصحاب الأمراض المزمنة، غادروا أرض الوطن نهاية أفريل المنصرم متوجهين نحو البقاع المقدسة لأداء مناسك العمرة في رحلة خيرية فريدة، مبادرة جاءت تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية وتنظيم الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة إحسان، بمساهمة كريمة من المحسنين وعدة هيئات. الجمعية الوطنية للشيخوخة المسعفة إحسان تعودت على هذه المبادرة الخيرية منذ 19 سنة الله يبارك، دونك كل سنة نبعثوا المسنين عبر الوطن للعمرة تحت الرعاية السامية تاع كل يوم تاع السيد رئيس الجمهورية، ربي يحفظ الدنيا وآخرها ويبقي تستر عليه، باسكو بلا به ما نقدروش نديروا هذا الخير اللي راهو ربي زكانا به. هاد المسنين اللي مريحين راهم المراكز ذو العجزة أول قبل كل شيء اللي راهم عبر الوطن، والآباء والأمهات تاعنا تاع المسنين اللي مجانا من اقصى جنوب الجزائري اللي راهم عزاز علينا وراهم كما قلت تاج فوق راسنا، لانه صح من حدود الجزائر من تندوف، تمن راست، اليزي، جانات، بشار، يعني من اقصى جنوب الجزائري هاد الناس صح صغير راهم عزاز علينا وما نقدوش بالك نتصلوا بهم كل يوم، مي كي نعيطوا لهم باش نقول لهم نخيروا انسان مسن مسكين معوز اللي ما عندوش امكانيات باش يروح لبيت الله يجي باش نقول له يلا مرحبا بك تجي معنا، الفرحه ما تقدرش تعرفها تصورها كيفاش. يسكت في القلب النبض، كل عضلة في الجسم تنقبض رغبة في زيارة الكعبة الشريفة. رحلة العمر تبدأ مع جمعية إحسان، الخيار الأفضل للطريق الطويل والسعي الجميل. ككل سنة تم اختيار طاقم متخصص مصحوب بطاقم صحي، أيضا مصحوب بطاقم يشرف على الجانب الديني، مثل أيضا كان هناك طاقم متخصص في الأكل، وبالتالي سطرنا خطة عمل لهؤلاء المسنين، وبالتالي قمنا بكل ما كان يلزم أن نقوم به تجاههم، وفعلا نجحنا في مهمتنا. فبيومين قبل موعد الرحلة المجمع كان واحدا للبدء في عملية توزيع حقائب السفر الموحدة الشكل والحجم، علاوة على استفادة كل معتمر من تلقيح استعدادا لزيارة البقاع الطاهرة. فبتنظيم محكم الفريق الصحي يسهر على العملية. Alors, on a procédé bien sûr à l'examen de tous les pèlerins en amont, c'est très important. On leur a fait la vaccination, même les canaux adoud, ça fait d'ailleurs 2 ans ou 3 ans, et bien sûr un examen médical très soigneux, et bien sûr on a vu tous les médicaments, tous les antécédents, chaque pèlerin, on a une fiche spéciale. باش هكذا يجوز العمر تاعو ترونكيل سور لو بلان سانتي. ان شاء الله نكونوا في حسن ظنهم، والتحضيرات بدات كي التحقت بالمركز في سيدي فرج وين جمعنا كل المعتمرين، قمنا بالفحوصات تاعهم، بالتلقيح، تقديم النصائح، حتى علاجات اسعافات اوليه درناهم ودرنا الكونتاكت معاهم، وكوننا كيما عائله وكسبنا الثقه تاعهم، تعرفنا على الخصوصيه تاعهم الصحيه والنفسيه، وان شاء الله نتمنوا به نؤديوا الامانه على احسن وجه ونفرحوهم. فبامال الخير سطع نجم جمعيه احسان الخيريه لتكون صرحا ومنبعا للعمل التطوعي. فبعد حفل تكريمي قبيل الانطلاق تم توديع آباؤنا وأمهاتنا في أجواء ولا أمتع. أعضاء الجمعية كانوا الرفيق لهم تزامنا والعيد الوطني للشيخوخة المسعفة.
هذه طبعا 19 وحنا نمشيو تما. انا متشوقين باش تحب نقول لك هاد المسنين هما ابائنا امهاتنا ومازال ان شاء الله رانا على جالهم كما يقول لك. نشكر الناس هذو اللي وضعت الثقه الكافيه فينا ان شاء الله، ان شاء الله نكونوا عند حسن ظنهم وربي يخلينا كما يقول لك بفضل ربي والدوله الجزائريه العظيمه تاعنا اللي قدرنا ندوا اكثر من 120 مؤتمر لدار العجزه، وان شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجميع. رايحه لبيت ربي ان شاء الله ونمشوا، قالوا لنا تمشوا للكعبه المنوره ان شاء الله السيمانه، وراه مفهمونا يصلح لنا رجالنا ووليداتنا ان شاء الله وبنياتنا. فرحانين من قلبنا الطيب، والله يجازينا الله يجازينا الله بالخير. الله نشكر جميع ذاك الجمعيه نتاعنا ونشكر الرئيس نتاعنا بوتفليقه. وبجدية تامة ومسؤولية كاملة في الخدمة، المعتمرون في طريقهم لمطار الحجاج ليتم استقبالهم من طرف الأمن الوطني والجمارك الجزائرية، بعدما أشرف المرشدون على التحضيرات الأولية والكاملة حرصا على راحتهم وتهيئة ظروف السفر الأولى. من خلال هذا النشاط الاتصالي والجواري الذي يتم من خلالها تكريم عناية سيد اللواء المدير العام الوطني، هذا التكريم الذي نعتبره من ثمار المجهودات التي ما فتى أبي يبذلها في التفتح على مختلف الأطياف المجتمع المدني وتعزيز كذلك سبيل الشراكة مع مختلف الفاعلين الاجتماعيين في أي عمل جواري هدف يصب في المصلحة المواطن. نشد على يديهم ونؤكد على أن السيد اللواء المدير العام الوطني يحيي ويثمن ويشجع مثل هذه المبادرات الطيبة. بالنسبة لبيان مهمتنا متجهين إلى البقعة المقدسة، نتمنى لهم عمرة مباركة وقيمة طيبة بالبقعة المقدسة وعودة ميمونة إلى أرض الوطن. كل صغيرة وكبيرة أخذت على عين الاعتبار وعلى عاتق شباب أبوا إلا أن يكونوا في خدمة الشيخوخة المسعفة، فعلى وقع الزغاريد انطلقت الرحلة بدموع وفرح يملأ المعمورة. الطريق إلى الله بقاع السكينة إلى مكة والمدينة. وخاصة كان مسن الله يبارك اللي كان خارج من الطبعة تاعنا اللي هو في عمره 107 سنين الله يبارك، من دار العجزة تاع جيجل. وخاصة احنا واش درنا هذا العام، خلطنا ما بين المسن في المركز ذو العجزة والمسن اللي راهو في بيته وحتى المسن في أقصى جنوب الجزائري باش يكون تلاحم عائلي لهذا المسن اللي يحس بلك عنده عائلة وراهو يعني مفشش كما يقولوا ومعزز ومكرم. الشعب الجزائري عاش دائما وأبدا موحدا محبا للخير قائما برسالة الخير، فمجيء هؤلاء المعتمرين الذين يعانون من أوضاع هشة على المستوى الاجتماعي والاقتصادي يدل على أن اليد الجزائرية ممدودة لليد الجزائرية الأخرى، تتعانقان في وداد وحب ووئام وسلام. حققنا الكثير من الإنجازات في دولة الاستقلال وما زلنا نواصل هذه الرسالة، وبهذا الجيل الذي قام بهذه المبادرة وحفظ لهؤلاء الضعفاء ماديا الأقوياء بوطنيتهم وبحبهم لبلادهم، حفظ لهم كرامتهم وذهب بهم إلى أشرف البقاع وأكرم البقاع مكة والمدينة لزيارة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللطواف حول الكعبة وللنظر في وجوه المسلمين من كل بقاع الدنيا كدليل على تعانق البشرية على اختلاف الجنسيات وعلى اختلاف الأعراق والألوان. مبادرة خيرة، مبادرة تثلج القلوب، بتنم على مدى الحب ومدى العطاء في أبناء المجتمع الجزائري. احنا للمرة للسنة الرابعة بنكون مرافقين لجمعية إحسان في هذا العطاء، هذا العطاء للمدام سعاد شيخي اللي هي ماشية والعطاء ماشي معاها. بنشوف البسمة على وجوه المعتمرين اللي أدوا مناسك العمرة، بتسعدنا انه في اجواء للتضامن واللحمة بين ابناء الشعب الجزائري، والله يحفظ الجزائر واهلها تضل دائما داعمة قوية لفلسطين، واحنا باذن الله دائما حاضرين معاكم.
الساعة كانت الرابعة مساء، يتجه المعتمرون إلى طائرة الخطوط الجوية الجزائرية بقلوب خاشعة يملأها الدعاء. وفي صباح اليوم التالي وصل الوفد مطار جدة بعدما تم إحرامهم في الحدود الجوية للميقات، أين بدأت التلبية؟ فيا مكبوت الأنسام، فضيوفك أهدوك وئاما. قالي جينا هنايا والحمد لله رانا نخدمه لوجه الله وبفرحة كبيرة، والفرحة اللي أكبر اللي تعود إلى هذه الفئة اللي جبناهم معنا، ما تتصوروش قدما، حاجة ما يصورش فيها العقل، والحمد لله. ستون كيلومتر من المطار وإلى مكة المكرمة، قضوها في التلبية والتكبير إلى أن وصلوا الفندق لتتم عملية توزيع الغرف واستخراج الأمتعة وإعطائها لأصحابها من طرف الشباب المرافق، أين تقاسم المهمة. وفيه من سارع لرؤية الكعبة والمباشرة في أداء المناسك بكل شوق وسكينة. في الحقيقة الشيء اللي رانا نفوتوا فيه وشفناه عبارة عن حلم. مكة كانت عندها وكانت عند هذوما الشيوخ مساكن، كانت منامة، كانت حلم انهم يروحوا لمكة، وفي هذا اليوم ان شاء الله راحوا لمكة وداروا العمرة تاعهم، ورم جد سعداء بهذا الانجاز. وفي اجواء ايمانية وروحانية، الكل يقضي أياما عائلية بامتياز قائمة على الحب والتعاون. فضيوف الرحمن فرحوا، غنوا، فأبدعوا في الكلمات وأحسنوا الألحان. أتوجه بالتحية من الشقيقة المملكة العربية السعودية، من مكة الخير والبركة، من مكة المكرمة، من مهبط الوحي، من مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إلى الشعب الجزائري، إليكم أنتم أن أعطيتمونا هذه الفرصة وسنحت هذه الفرصة بأن نقدم شيئا من يد العون وإدخال السرور على هذه الفئة الغالية من الإخوة في الجزائر من كبار السن، منهم كما رأينا ما شاء الله لا قوة إلا بالله من تعدى 100 عام. ونحن الحمد لله ربي اختل الخير باستقبال هذول الجمعية، كل سنة الحمد لله نحن نستقبلهم، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، وهذا فضل لله سبحانه وتعالى إنه يسر الأمر لنا وخيرنا لاستقبال الناس البركة دول. وأنا واحد من أبناء الناس البركة مثل حجي الحاج 107، ما شاء الله هذا عمره 107 وأنا الحاج عاشور، وهذا الرجل عمره 107 الحاج عاشور، أنا له ولد هنا، أنا ولده هنا، وأنا من الناس اللي أحب الجزائر وأهل الجزائر. أسبوع مضى وبعد صلاة الجمعة فاجأنا القنصل العام بزيارة، فكان اللقاء حارا، فرحبوا به وتقاسموا معه أمتع الأوقات. سعيد جدا بهذه المبادرة وبحضوري مع هذه الفئة من المجتمع الجزائري المحرومة التي تحتاج مساعدة ومساندة، تحتاج إلى شعور أخوة وتضامن. وأنا جد سعيد، وفي كل سنة أزور أعضاء هذه الجمعية، أنوي بهذه المجهودات
وأنوه بما ما قام به فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية السيد عبد الوهاب بوفريقة الذي أعطى تزكيته ودعمه لهذه المبادرة الحميدة، وكذلك مجهودات رئيس الجمعية سيدة الشيخي التي لا تبذل مجهودات كبيرة في كل سنة، وكذلك مسؤولين الجمعية الذين يقومون مجهودات في الميدان لإرضاء هذه الفئة المحرومة من مجتمعنا. ولقينا في مكة دعم مدير الفندق سيد أبو التفريق الذي أبى أن يستضيف هذه الجماعة ويستضيفها مجانا حبه للجزائر وللجزائريين. وبعد قضاء 8 أيام بأرض المحشر آن الأوان لحمل الأمتعة والمغادرة إلى المدينة المنورة شوقا لرؤية قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام، طامعين في صلاة ركعتين بالروضة بين منبر وحجرة سيد الخلق. والله المبادرة هذه اللي شفناها والحمد لله أنه كانت المناسبة طيبة ومباركة أنه تلاقينا في البقعة المقدسة مع جمع من المعتمرين الجزائريين، هم ينتسبون طبعا بين قوسين فئة المعوزين ربما والفئة الهشة من المجتمع، لكن الحمد لله يا ربي أنه المجتمع الجزائري كما هو معروف بالتكافل. شفنا هذه المبادرة جمعية إحسان اللي هي تستحق التثمين وإن شاء الله تتكرر وماشي فقط مرة في السنة إن شاء الله يا ربي، وتكون مدبية تكون فيها مشاركة العديد من فعاليات والناس محسنين مدبين المجتمع الجزائري، الناس اللي عندهم دراهم يشاركوا أكثر. وخلال تواجدنا في ثاني أقدس الأماكن لدى المسلمين بعد مكة بدأت الزيارات، فعبر طريق الهجرة الوجهة كانت جبل أحد مقبرة الشهداء، فتعرفوا على تفاصيل هذه الأرض النقية مع المرشد الديني. احنا جبناهم الآن إلى مقبرة شهداء أحد، هذه المقبرة اللي مدفون فيها أكثر من 70 شهيد وعلى رأسهم سيد الشهداء حمزة بن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وإحنا هذا المكان جينا باش الحجاج والمعتمرين باش يشوفوا المكان هذا ونقولنا ونأكد لهم أنهم بفضل الله تعالى وبفضل هذا الرجال اللي ضحوا الإسلام وصل لنا للعالم وصل للجزائر. وفي هذا المكان هذا الشريف هنا وقعت معركة أحد، وهنا مقابلنا كان جبل أحد يقول عليه النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد يحبنا ونحبه. وكن نسمع جبل أحد احنا نذكر حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة الجنازة فله قراط، قراط يعني جبل أحد، ومن صلى حتى تدفن له قراطان، ولله الفضل على ذلك. بيت الله كل فيها خيرات، كل فيها بركة، كل فيها نحمد الله ونشكره، لا إله إلا الله ولا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بالمناسبة نشكر كل السلطات الجزائرية من الرئيس الجمهوري اللي هو ساعدنا على هذه الزيارة، هو المسؤول الأول اللي راه مصيفتنا لهذه الزيارة، وراني فرحانة، راني فرحانة فرحانة كثير كثير كثير. وهذا البلاصة هذا المكان المقدس، أنا في جبل أحد، هذا المكان المقدس كل نتمنى لكل إنسان يزور هذا المكان. وكان للمعتمرين محطة في مسجد قباء، أول مسجد في الإسلام، وكما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام من صلى في مسجد قباء له أجر عمرة تامة. كون أن لكل بداية نهاية، هذه هي نهاية قافلة عمرة المسنين التي هي برعاية فخامة رئيس الجمهورية. وكما تشاهدون على أرض الواقع هناك جو حيوي ونشاط ومشاركة الجميع في المساهمة في تقديم يد العون للوصول إلى المحطة الأخيرة وهي محطة العودة إلى الجزائر العاصمة. عشرة أيام من المناسك والخشوع التام بين جلال مكة والمدينة المنورة،
عاد الحجاج إلى أرض الوطن بعد مجهودات جبارة من طرف جمعية إحسان التي تؤمن بأهمية الاهتمام بالعمل الخيري والإنساني لفئة أضحت أمهات وآباء كل الجزائريين. الحمد لله يا ربي فوتناها مليحة، زيارة مقبولة إن شاء الله، مقبولة علينا وعلى السامعين إن شاء الله يا ربي، وجينا لاباس وفوتناها مليحة وتبارك الله ما خصنا حتى حاجة، كل شيء مفور، كل شيء ما خصنا أي حاجة، الحمد لله يا ربي. ما تجرب صور كيفاش عقبوا علينا، تقولين قاعدين في حلم وخيال، ونتمنى نعاودوا هذوك الأيامات اللي فوتنا مع بعضاتنا، والفضل يرجع لهذه المرشدة الاجتماعية مدام شيخي والعوان تحكل، ونتمنى إن شاء الله كل يزيد ويزيد 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 في الخير، وتحية الجزائر وربي ينصر رئيسنا. في الحنين بكثير كثير اللي راحوا بخير وجاو بخير، هذا هو الهدف تاع الجمعية. نشكر كثير ضيوف الكرام من وزارة ممثلين الوزارة تاع الصحة اللي نشكرهم كثير كثير، وما ننساوش الأمن الوطني اللي لعبوا دور كبير 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 في هذه المبادرة. يا كعبة يا بيت ربي محياكي، يا كعبة يا بيت ربي محياكي، يا كعبة يا بيت ربي محلاكي، والسلام على الخليل اللي بناكي، والسلام على الخليل اللي بناكي.